بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الإدريسي، نائب رئيس الفيدرال الوطني للاستثمار الفلاحي والسياحي. ضمن هذا اليوم الدراسي لقراءة في القانون الجديد للمنظم للأراضي السلالية 17/62، تم توضيح ديال عدة نقاط فيه، تطرق لهم الأخ والأستاذ بنونة فؤاد محامي بهيئة فاس. وضح أو دار مقارنة ما بين القانون الجديد والإيجابيات ديالو والقانون القديم ديال 1919، وتطرقنا مع الإخوان لعدة نقاط وعدة مشاكل، وبلغنا الإخوان على أننا نعتزم على إقامة مسيرة أو وقفة بمدينة الرباط، فنعلنوا على التاريخ ديالها إن شاء الله من بعد، ربما غتكون بسير على الحمير رافعين الرايز ديال البلاد ديالنا الحبيبة أو التصور ديال صاحب الجلالة نصر الله وإياده. تعبيرا منا على هذا الحيف وهذا يعني النوع من العنصريه اللي تنتواجهوا به من طرف المسؤول الاول على مديريه الشؤون القرويه، اللي نعتنا بعده نعوت وفي عده لقاءات ديالو دائما تكرر الاستفزاز ديالنا. لقاء بقبه البرلمان دار تعبير ديال بيدي على الفلوس، قال الناس ديال فاس الرباط الدار البيضاء عندهم الفلوس، شراو اراضي، استعبدوا الناس مالها. احنا ما استعبدنا حتى واحد، بالعكس حنا مواطنين ايجابيين، ناس وطنيين، تنحبوا الوطن ديالنا، الشعار ديالنا الخالد هو الله الوطن الملك، دائما في القلب ديالنا وفي الدم ديالنا، ديما نحتاجوش عاد نبقاو دائما نعبروا عليها، ولكن التعبير تيزيد غير يوطد هذه العلاقه وهذا الحب ديالنا للوطن ديالنا. تيجي مسؤول سامي ويبقى ينعتك بنعوت التي لا تليق، يعني هذا الشيء هو اللي خلانا اننا يمكن نتاخذوا شي خطوات بحال هذا الشكل هكذا. واللقاء الحمد لله داز جيد بحضور كمكتف، ونتمنى من الله التوفيق وما يضيعوش هاد المستمرين بحسن النيه على الاراضي السلاليه، لان الا كانوا شي ناس اللي مستمرين بغير حسن النيه راه خصهم يتعاقبوا، ولكن يقلبوا عليهم هاد الناس شكون هما ويعالجوا هاد الملفات ملف ملف، وغيعرفوا اللي مستمر واللي ماشي مستمر. وكما قلت في المداخله ديالي الاولى، انه المسؤول بحال هذا الا بغى يصدر قرارات وهذا راه خصو يقطع الصباط باللغه ديالنا حنا ديال الدارجه، يهبط للتيران، يهبط للميدان ويشوف، وعادي يمكن له يطلع وغيصدر احكام ولا قرارات اللي هي تكون في محل هذيك الساعات، لان غيكون شاف. تيقولوا حنا واحد المثل ديالنا ليس من راك من سامع، يعني هود وشوف بعينيك وعاين وغتعرف بان هاد الناس مستمرين بحسن النيه. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.